السلام عليكم، معكم أحمد الرشيدي، أنا من الكويت. أنا أعتبر عاشق للقهوة، شريك مؤسس في شركة ARK. دخلت عالم القهوة بسبب عشقي للإسبرسو، تركت عالم الكوربوريت وصار لي 3 سنوات تقريباً متفرغ للقهوة. أنا بالنسبة لي القهوة تعتبر توب بريوريتي، أشبه بالسكند وايف يعني، ودخل علينا شيء جديد لأن القهوة تأخذك إلى ليفل مختلف، فكل ما تعمقت بالقهوة ممكن توديك شيء إذا مكان ثاني. فالسنة اللي فاتت ودتني في عالم الكاكاو المختص، فصرت سنة أولى شوكلتير، سبيشاليتي شوكلتير. نعم، فالحين دخلت عالم التحميص، يعني it's a circle from seed to cup، وهذه القهوة المختصة هي عبارة عن رحلة من البذور حتى الكوب. طبعا الثيم سيت كانت عبارة عن أنا سابقا كنت أعمل مسوق، فمن باب التسويق حبيت البيرسونال براندينج كتخصص لي أقضي فيه، يعني إن بارلل مع القهوة أتكلم عن تجربتي الشخصية، فحبيت أضع بصمة شخصية لهذا الثيم. قلت خلاص أنا لازم أختار قهوة حلوة، واستعنت في صديقي عبد الكريم الحربي شريك مؤسس كامل ستيب، فقلت له أنا سنة أولى روستر فلازم أعرف قدراتي، أنت أخبر مني كيف حتساعدني. اخترنا قهوة مكسيكية كاب أوف إكسلنس، فعجبني الثيم المكسيكي لأنه مستوحى من الأرض الطبيعة إلى آخره. فقلت كيف حصنع إسبرسو وحليب ميلك بيفريج وإضافة سيجنتشر بس عبارة عن تجربتي الشخصية، يعني فيها روحي. فقلت خلاص أنا هعمل إسبرسو. بعد ما جربنا الإسبرسو وضبط معانا طلعت فيه سبارتلينج أسيديتي وسويتنس طبيعي اللي هو مستوحى من القهوة الكراميل والكاكاو، لأن هذا شغل المزارع. فقلت كيف حخلي الحليب بارز ونفس الوقت بالانس والقهوة بارزة، فاخترت كوب 100 ملي وبرست القهوة بشكل جميل وبخرت بتبخير يعني دافي بحيث أنها تبرز حلاوة الطبيعية الموجودة بالحليب. ومن ثم صراحة ما كان عندي اختيار إلا أسوي كاكاو وأخلطه بالإسبرسو. استخدمت من الكاكاو اللي عندي the same region blend وحاولت أن أعمل كرافتمنشيب عليه، لحتى أنا تركته بالملنجر 33 ساعة وعجبني صار حلو. بعدين خليته 6 أسابيع تورست عشان يتطور البلوك، يتطور فيه مور فروتي ومور سويتنس. المصدر ماله شوكولات الكيمي اسمه سويت سويبر، عبارة عن خليط من إكوادور وغواتيمالا من نفس الريجن. فحبيت أن أبرز شيء، بس كان همي كيف أبرز السباركلينج أسيديتي مع هذا تكون واضحة فيها، أشبه بالرحلة اللي تقلع وتنزل مرة ثانية، لأن الإنسبريشن بدأ هيلثي لايف ستايل، هيستوري أند كلتشر ونيتشر. فقلت أوكي هيستوري أند نيتشر كيف حضيف لهم إنجريدينتس؟ لقيت الهيستوري أند كلتشر تمر، استخدمت التمر المبروم الطبيعي المجفف لأنه هو نفس القهوة مجففة نفس البروسيس. ومن ثم تركته ينقع لمدة 24 ساعة، استخلصت منه الحلاوة الطبيعية بدرجة حرارة تحت 20. ومن ثم استخدمت قصب السكر الطبيعي فعصرناه اليوم يعني عشان ما يتطور في أي شيء ثاني. نعم، فعملت الخلطة وكانت جميلة وبالانس، هذا كان همي بكل بساطة. أنا مو جاي أفوز، الفوز بالنسبة لي المشاركة، الفوز بالنسبة لي أني أخوض التجربة، الفوز بالنسبة لي أن أملك قصة شخصية حقيقية أتكلم فيها مع أصدقائي مع أهلي وأستمتع بتجربتي، لأن الهدف مش المسابقة، الهدف التجربة الحقيقية. شكراً لك على الاستضافة، سعيد جداً بوجودكم.